في بداية توقيع العقد جلست مع السيد بلقشور. بهذه المناسبة كنشكره لأنه من بين الرؤساء هو الرئيس الوحيد في المغرب الذي منحني هذه الفرصة، وهذا شيء غريب جدا. جلست معه وكنتذكر الجملة اللي قالها لي في مكتب مدينة الدار البيضاء. قال لي صعدنا بالدارجة، صعدنا ما صعدناش هذا ماشي مشكل. يعني ما ضغطش علي من بعد توقيع العقد أننا لازم أن نصعدوا، لأن الناس تيشوفوا الفريق، كيشوفوا لائحة الفريق، كيشوفوا محسن ياجور، تيشوفوا حميد دوش، تيشوفوا الرضواني، تيشوفوا ياجور، تيقولوا هذا فريق لازم يصعد. لكن من تحققت أنا لقيت مشاكل كثيرة ما نقدرش نطرق لها، اللي بديت كنصلح فيها شوية بشوية، منها الانضباط، منها أشياء كثيرة، يعني كل ما تتخيله في عالم الاحتراف كنحاول نطبقه، يعني كنحاول نطبقه مع اللاعبين. ولو أن بعض اللاعبين يعني استغربوا طريقة التعامل ديالي من خلال الحصص التمرينية، استغربوا بعض القرارات اللي كناخد أكيد، لكن أنا مدرب محترف بمعنى الكلمة وحاول تطبيق الاحتراف. كنت في الهوة وكنت في الدرجة الثانية، هذه عقليتي. وكيف قلت للاعبين يعني منذ يومين، يعني كان انا ما كنحبش نتكلم كثير في خلال الحصص التمرينيه، لكن قلت لبعض اللاعبين على ان انتم لاعبين كره قدم، ولا واحد فيكم طبيب، ولا واحد فيكم مهندس، ولا واحد فيكم بيلوت، يعني مهنتكم الوحيده هي كره القدم. الا جيتي للتمرين وتهاونتي في التمرين، اكيد على ان في المباراه تكون سيء، اكيد على انك غتجلس في الاحتياط، ومن الاحتياط غتطلع للمدرجات، يعني ما يبقاش عندك مستقبل. فكيف يعقل على انك انت كتقدم في السن وفي نهايه المشوار ديالك، او في نهايه، هذه امثله كاينه كثيره، كاينه في بني ملال، كاينه في طنجه، كاينه في كازا، كاين كتلقى مع الاسف لاعبين لعبوا 15 سنه 20 سنه، تيجي الملعب اللي لعب فيه كيطلب المال من عند اللاعبين اللي كيمارسوا كره القدم. انا ما تنرضاش وما تنتقبلاش. فهذه النصيحه اللي عطيت للاعبين، كيف كتمرن كيف غتلعب المباراه. ما توقعش على انك في التمرين الا كنتي كتهاون راه في الماتش غتكون جيد. وبعض اللاعبين كيعتقدوا على ان الا هو عنده فنيات، يعني كيعرف يجونغلي، كيعرف يدريبلي، راه بامكانه يلعب الكره. كاينين اللاعبين اللي لعبوا في المنتخب الفرنسي ما تيعرفوش يدريبلي ان سول جوغ، ولكن فيزيكمون من الناحيه البدنيه ما نتكلموش عليها، ومن ناحيه تكتيكيه ممتازين، يعني بدون تكنيك لعبوا، فازوا بكاس العالم، تشامبيونز ليغ، لعبوا في كل الدوريات الاوروبيه. فلحد الان يعني امامنا 3 مباريات ان شاء الله، بعد 3 مباريات ستكون هناك جلسه مع السيد الرئيس ونشوفوا المستقبل ديال. مع الاسف دائما عندما يتاهل المنتخب الوطني لكاس افريقيا وكاس العالم يكثر القيل والقال. اوكي، كرواتيا فريق قوي، إسبانيا فريق قوي، بلجيكا فريق قوي، لكن الفرق الأخرى يعني بإمكاننا نفوز عليها. هذه كلها كلام، هذا كلام فاضي، كيف يقولوا كلام فاضي. المباراة الأولى إذا يلعب المنتخب المغربي مع بلجيكا، إذا كانت نتيجة إيجابية أولا شيء جيد بالنسبة لمعنويات اللاعبين. أما باش نعطيك النتائج المباريات الثلاثة من اليوم من مدينة بني ملال، فهذا صعب صعب صعب. تكهنات، لا أحب التكهنات، لا أحب التكهنات. أتمنى لهم التوفيق أكيد باش يفرحوا الشعب المغربي في كل المدن.